الآن بيقول رجاء التفضل بأعضاء فكرة عن من هم شهود يهوى حيث أنهم يقومون بالتبشير في المنطقة. أنا اتكلمت كتير عن الموضوع ده وإن شاء الله هطلع لكم كتاب عن شهود يهوى، لكن خلاصة الكلام اللي أقوله لكم إن شهود يهوى ليسوا مسيحيين. خلي بالكم الكلام اللي بقوله ده، شهود يهوى ليسوا مسيحيين لأنهم لا يؤمنون بالقواعد الأساسية للمسيحية اللي هي قانون الإيمان الذي وضعه الآباء القديسون في مجمع نيقيا وكمل في مجمع القسطنطينية. والمجمع المقدس عندنا حكم بأن طائفتين ليستا مسيحيتين، شهود يهوى والسبتيين الأدفنتست، وهما الاثنين لا يتفقوا مع القواعد المسيحية الأصلية. وكل منهما يشترك في أخطاء مشتركة بينهم وبين بعض، لأن شهود يهوى أصلهم تلاميذ للسبتيين الأدفنتست ولا يؤمنون بالثالوث القدوس ولا بخلود النفس ولا بالعذاب الأبدي، ويؤمنون بالملكوت الأرضي، ملكوت على الأرض. يعني احنا بنقول ان الناس الأبرار يمنحون الأبدية في ملكوت السماوات. هم يقول لك لا، ممكن يكونوا ملكوت على الأرض ويبنون بيوتا ويسكنون فيها إلى آخره، يعني كأن مش بس ملكوت أرضي وملكوت مادي، ويغرسون كروما ويشربوا منها. وعقيدتهم في الثالوث القدوس مش مظبوطة، في لاهوت الابن مش مظبوطة، في الروح القدس مش مظبوطة، كلام كتير، أخطاء كتيرة. إن شاء الله هطلع لكم كتاب ضد شهود يهوى. أحسن حاجة بالنسبة لشهود يهوى لا تقبلوهم في البيت إطلاقا. ويوحنا الرسول يقول، مع أنه كلم كتير على المحبة، يقول إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، وكل من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة، في آخر الرسالة الثانية ليوحنا. وخصوصا أن عندهم ترجمة للكتاب المقدس تغاير الترجمة اللي عندنا، اسمها The New World Bible، يعني الكتاب العالم الجديد. بيحاولوا يحوروا في الآيات لكي تتفق مع مبادئهم وعقائدهم الخاطئة. ابعدوا عنهم، وإن شاء الله هطلع لكم كتاب عليهم. واحد بيقول نحن طلبة مقيمون بالمدينة الجامعية، وفي صوم الميلاد كنا نستبدل اللحوم بمعلبات من السلمون، وها هو الصوم الكبير قادم ولا يوجد بديل لتلك اللحوم غير المعلبات، فهل يمكننا تناول المعلبات مع اننا نعلم انها ممنوعة، وبماذا تنصحنا؟
ومفروض ان احنا نتفاهم مع المدينة الجامعية في هذا الامر، يعني يعملوا لكم اكل مخصوص. انا فاكر لما كنت في الضباط الاحتياطي كنت بقابل القائد بتاعنا وبقول له عندنا صيام، وكنا بنعمل اكل صيام. هو بس كل ما في الحكاية انه كنتوا من نوع اللي بيخاف ويرتعش ويخاف يقول له تعملوا لي اكل صيامي لا يصوموه عن نمرة النجاح ولا حاجة، فما تخافش ممكن تروحوا وتتفقوا ويعملوا لكم اكل صيام. دي حاجة. تاني حاجة، ممكن تاكلوا اي اكل، تقدر تاكل فاكهة، تقدر تاكل حلاوة طحنية، تقدر تاكل اي اكل، يعني مش مشكلة. وقولوا لهم بدل المعلبات بتاعت السلمون يدوكوا معلبات مربى مثلا، ومعلبات المربى كويس. لكن مش اكملنك في كلية الطب تقول البروتين الحيواني ولابد وحتى العدس فيه بروتينات، لكن الاسنشال امينو اسيدز اللي هي الاحماض الامينية الرئيسية مش موجودة فيها. يبقى انت بقى اللي بتدور على الاحماض الامينية، فخليك امين انت من جهة ربنا وما تاكلش اكل افطاري، واعمل زي دانيال. اقرأ الاصحاح الاول من سفر دانيال، امتنع عن اللحوم اللي بتقدم ليه وكان بياكل بقور. واحد بيقول لي صديق اجرى عملية نزيف بالمخ، والله اعلم ما مداها بالمستقبل، وهو الان يتقدم لخطبة وأهل العروس يسألونني فبماذا أجيب لو قلت الحقيقة؟ الكل يوفي. هو لازم تتأكدوا من نتائج العملية اللي في المخ، نتائجها الحالية ونتائجها المستقبلية إذا كان نزيف في المخ، وهل تأثرت مراكز المخ الخاصة بالحواس أو بالحركة أو بغيره ولا لا. لكن مش مسألة ما يتجوز أو يتجوز، لأن مش مفروض إن احنا نحب الصديق وما نحبش أيضا اللي هتتجوزوا والعيال إذا خلفوا عيال، مفروض نحب الكل دول ودول. ومفروض ايضا تكلم صديقك وتقول له ايه الحكاية معاك والنتائج ايه، وهل هتقدر تعيش في حياة زواج بالشكل ده والى اخر. وممكن سؤال الطبيب اللي عمل له العملية. واحد بيقول ما المقصود بالآية كثيرون أولون يكونون آخرين وآخرون يكونون أولين؟ هو الأولون اللي صاروا آخرين هم اليهود اللي جات لهم الدعوة في الأول، ونتيجة لرفضهم ربنا هم الأمم الجنتايلز اللي جم في الآخر هم اللي صاروا أولين. وممكن دي غير اليهود والأمم تنطبق على كثير من الناس الذين تأخروا في التوبة وجم متأخرين وفاقوا غيرهم. يعني خدوا واحد زي القديس أغسطينوس، جه متأخر جدا بعد حياة طويلة في الفساد، ومع ذلك صار أولا بالنسبة لعديدين وصار سبب بركة لنفوس كثيرة. كلمات الله لا تفسر في حدود ضيقة، إنما ممكن تمشي في حاجات كثيرة. واحد بيقول في رسالة يهوذا
الملاك ميخائيل قال للشيطان لينتهرك الرب، هل يقصد بالرب الله ام رد من ارباب الملائكة؟ لا مش ممكن يقصد ربنا وحده، لان ميخائيل ده رئيس كل الرتب الملائكية، فما يطلبش ان غيره يكون يعني هيكون متفوق عليه، مش معقول. لكن لينتهرك الرب يعني ربنا نفسه هو اللي ينتهرك. بيقول في نفس الرسالة نبوة عن أخنوخ، بيقول هي في الرسالة بيقول أخنوخ السابع من آدم اللي قال يأتي الرب في ربوات قديسيه. فبيقول هل توجد لأخنوخ نبوة أي سفر من الأسفار المقدسة؟ لا ملهوش ومش موجود في الكتاب، لكن هذا الأمر يثبت إن إحنا بتجيلنا حاجات عن طريق التقليد، عن طريق التراديشن، لأن دي مش موجودة في أي حتة، عرفوها عن طريق التقليد. زي مثلا لما بولس الرسول بيقول ان الساحرين اللي وقفوا قصاد موسى النبي ضد موسى النبي كان اسمهم يانيس ويمبريس. يانيس ويمبريس مش موجودين اسمعهم ابدا في اسفار موسى الخمسة، لكن جت ازاي؟ عن طريق التقليد. واحد بيقول متى تنزل الروح في الانسان؟ هي بتنزل؟ يعني نفس السؤال غلط، بتنزل منين؟ هل في بداية خلقه او بعد 40 يوم؟ واختلف اراء البعض. لا يا ابني، شوف الناس اللي بيقولوا ممكن تنزل الروح في الإنسان بعد 40 يوم يقعون في عدة أخطاء، من ضمنها إن الروح دي اللي بتنزل روح ليست بشرية. جت منين؟ روح إيه؟ ليست بشرية. جت منين؟ تاني حاجة إن هذه الروح اللي تنزل يبقى لم ترث الخطية الجدية أو الخطية الأصلية، ويبقى زي ما قديس أغسطينوس اختلف مع قديس جيروم في هذا الموضوع وقال له إذا كانت الروح دي مخلوقة وبتنزل يبقى لم ترث الخطية، فلماذا إذا نعمد الأطفال وأرواحهم بريئة؟ كمان اللي بيقعوا في هذه البدعة التي هي خلق الروح ونزولها، بعضهم بيكون جايبها من ري انكارنيشن، يعني عودة الروح، يقول لك روح جت من انسان دخلت في انسان ونزلت من انسان دخلت في حيوان وجت من حيوان ودخلت وتجوال الروح وعودة التجسد. وبعضهم ايضا لما يجي يقول لك الروح تنزل بعد 40 يوم يبقى لو المرأة أجهضت نفسها قبل 40 يوم يبقى ما فيش إنسان مات، دول شوية دم وما فيش روح دخلته، وهكذا ممكن أن يبيحوا الإجهاض الذي لا توافق عليه لا التعاليم السماوية ولا القوانين المدنية حتى. فما فيش حاجة اسمها تنزل. الإنسان بيولد من والديه بنفس الطبيعة جسدا ونفسا وروحا، من أول يوم الجنين لما بيتكون الجنين بيكون على نفس طبيعة والديه، وبصفة أن طبيعة والديه الروح والجسد يبقى لازم يكون كذا. لكن تنزل وما تنزلش مفيش حد قال الكلام ده بدأ.